ونفتح ملف الأخبار الرياضية مع خبر محلي، حيث قرر اتحاد كرة القدم السوداني طرح تذاكر مباراة القمة بين الهلال والمريخ العاصميين باستاد التحرير واستاد المريخ ودار الرياضة بأم درمان. وسيحل الهلال ضيفا على المريخ في الدوري الممتاز باستاد الخرطوم يوم السبت المقبل، وتأتي المباراة ضمن مباريات الدورة الأولى. وستقام المباراة باستاد الخرطوم بعد أن طلب المريخ صاحب الأرض تحويل المباراة لشيخ الاستادات. وفي دوائر ناديين وصلت الأجهزة الفنية للفريقين تحضيراتها لمباراة السبت التي ستعطي الفائز صدارة الدوري الممتاز.